ثانك يو. شكرا. ما اسم الحكايه؟ The Legend of the Big Red Chicken. أسطورة الديك الأحمر الكبير. الكتاب بالإنجليزية ولكني سأحكي لكم القصة. يحكى أن ديكا صغيرا أحمر يعيش على التل الكبير الأحمر. هذا الديك الأحمر كان صغيرا جدا جدا، لا يستطيع الركض بسرعة مثل أصدقائه. كان صغيرا جدا ولا بد أن يكون حذرا حتى لا يدهسه الأصدقاء. كان يكره حجمه الصغير. في ليلة ما وقبل أن ينام رأى نجوما على شكل ديك كبير، وتمنى من النجوم أن يصبح كبيرا. أتعلم ماذا حدث في الصباح؟ حين استيقظ الديك الأحمر الصغير لم يعد صغيرا كما كان، بل أصبح ديكا كبيرا، كبيرا بحجم بيت. الديك كان سعيدا جدا ورقص رقصة الديوك ورفرف بجناحيه وضرب الأرض بقدميه. أتعرف شيئا؟ إذا ذهبت إلى التل الأحمر الكبير ربما تقابل الديك الأحمر الكبير. يقولون إنه ما زال يرقص. قصة مسلية يا دورا. أريد أن أرى الديك الأحمر الكبير على التل الأحمر الكبير. فكرة رائعة. هيا نجد هذا الديك. وكيف نصل إلى الديك؟ تذكر قرأنا في الكتاب أننا قد نجده في التل الأحمر الكبير. هيا نرى الخريطة لنعرف كيف نصل إلى هناك.